في ظل الاستقطاب والصراعات بين القوى الكبرى، وطبعا ما يحدث سياسيا واقتصاديا بطبيعة الحال بيؤثر على الدولة المصرية. الحوار الوطني طبعا بيتضمن ثلاث محاور رئيسية وهامة جدا: المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور المجتمعي. بالنسبة للمحور السياسي، شهدنا خلال المرحلة السابقة خلافات حول النظام الانتخابي الأمثل على سبيل المثال، وكان هناك استماع لكافة آراء القوى السياسية والأحزاب، ما بين من رأى أن القائمة النسبية هي النظام الانتخابي الأمثل، وبين من رأى أن القائمة المغلقة المطلقة هي الأنسب. وكل يعني فريق عبر عن وجهة نظره وشرح أولوياته. الفريق اللي مع النظام القائمة المغلقة المطلقة أشار إلى أنه يجب تلافي أي عيوب دستورية نتيجة أحكام سابقة قد صدرت، قد تؤدي في النهاية إلى الطعن بعدم دستورية النظم الانتخابية المتبعة. الفريق المؤيد للقائمة المغلقة المطلقة أيضا أشار إلى أنه نظام القائمة النسبية قد يؤدي بشكل أو بآخر إلى تفجير الأحزاب من الداخل أو تفخيخها من الداخل نتيجة الخلاف حول من يتم وضعه في مقدمة القائمة ومن يتم وضعه في ذيل هذه القائمة. ايضا طبعا اللي طالبوا بالنظام النسبي كانوا بيشوفوا ان هو يعني هذا النظام يساهم في تقويه الاحزاب. في اتجاه ثالث راى ان الامر، طبعا انا بقول بطرح الوجهات، لكن طبعا كان هناك يعني البعض ارتأى انه في ظل النسب او الكوتا الدستوريه المنصوص عليها في الدستور والملزمه طبعا للمشرع القانوني طبعا، وجب علينا ان نختار النظام الذي يساهم بالفعل في تمثيل كافة الفئات المجتمعية المنصوص عليها في الدستور. وطبعا أنا عندي 7 فئات منصوص عليها في الدستور تبقى ممثلة جوه القائمة بالفعل. وبالتالي يعني الخبراء في مجال القانون والخبراء في مجال الدستور يعني ارتأوا أنه هذا النظام هو النظام الأنسب والأمثل. في النهاية طبعا أيضا كان في يعني حوار واسع، وحضرتك أكيد تابعت، حول انتخابات المحليات. وطبعا تشريع أو قانون المحليات كان شهد يعني حوار لسنوات يعني خلال الدورة البرلمانية السابقة طبعا في لجنة الإدارة المحلية برئاسة نائب أحمد السجيني. ويمكن أنا شاهدت يعني خلال حوار مجتمعي دار داخل مجلس النواب حول هذا التشريع بحضور قيادات تشريعية وقيادات تنفيذية وأيضا أحزاب وقوى سياسية متنوعة، لكن هذا التشريع طبعا لم يصدر حتى الآن. في الحوار الوطني كان هناك مطالبات بسرعة يعني إصدار هذا التشريع، وأيضا كان هناك مطالبات يعني كان جدل أيضا حول النظام الانتخابي الأمثل وتطبيق وكيفية تطبيق اللامركزية على أرض الواقع. الحوار حول النظم الانتخابية طبعا ده بيوفر مجهود كبير كان ممكن يحصل تحت قبة البرلمان، لأن الحوار المسبق بينتج عنه حوار أو هو حوار مجتمعي مسبق حول طبعا قوانين الانتخابات، وأي قوانين بتدخل البرلمان هي بتخضع لحوار مجتمعي خاصة في القضايا التي بتثير الجدل أو بتثير الخلافات أو بتثير وجهات نظر متعددة. ويمكن المنسق العام للحوار الوطني حينما ثارت هذه الخلافات بين الأحزاب والقوى السياسية قال لهم بالنص أنه من الصعوبة بمكان إرضاء الجميع، ولكن في النهاية هدفنا الحوار للاستماع لكافة وجهات النظر، وأيضا التوصل لنظام انتخابي لا يشكل أي مشكلة أو عوار دستوري أو قانوني.